السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسي انتم معكم عشاكم شاكل خير رجع لكم ريماسك فيديو جديد سالكة جيبة الشباب شوي بعد كما وعدتكم البارح حاليني لي عد الليلة فيديو عن اسطورتي حبيب قلبي رفيق دربي حب عمري المقارن برامو اللعبي فك البيضان. هذا هو شعار المبدأ اللي نمشو بيه في حياتنا، احنا نقدو بالبيضان. انا لي نكبر حلمي نعود حرطه. بالعكس لا جوا الخضريين ما فيسدين يعرفوا على البرامة عنصري، يعرفوا على الدوري عدد التفريق بين الناس. قال انا برامة فام ما نبقيه ولا نبقي مولي الطرف الثاني، الطرف اللي متحجيه انا ما نبقيه، غير الطرف اللي متحجيه انا عشت معاه 5 سنوات دون كافيني منه، نبقي نجرب برامة. بيني وبينكم في دول الانتخابات نبقي برامة يعني صراحة، بغض النظر عن كلامه بغض النظر عن ماضي. اوكي هو شعل مذاهب وذي الشيء كان خش بطريقة متخلفة شوي، غير تاب واعتذر فاهم، وذا قديم وانا نآمن على ان حد ما عنده ماضي ما عنده حاضر، وبرغم ماضي كان قادر اتفقوا عليه كاملين. غير صراحة تعطاه فرصة. اتبع لك موت عدى اللايك لذا الفيديو واشترك بالقناة لتجديد علينا، ويلا بينا نساو يلا بينا نسمعوا كلمة رئيسي برغم واللعبين. تبعدك من محبي ما انا وحدي تكلم مره واحده. شوف يا دخله في البدايه بداوا بقنيته هي ذي مال الفنانه ذيك اللي قطت عدلت قنيه عن حب حسدونا وجحدوا حبنا وش ما عرفوا ايش هي، وجين كان دائما يقنوا معها اسمها هي ما يحور ولا يقرمي ولا قولوا لي اسمها تحت. ذا رابير نعرفه، رابير نعرفه متين، سيد اسمه قريب متين ان شاء الله هاني. شقلب جد متساعبلين. واش قال؟ شقلب جد متساعبلين. شقلب جد متساعبلين. شقلب جد متساعبلين. رابيرات معظم كلامهم عود شطرام ما تفهموا. وهو عود كلام زين صالح. ان قال للشيخ هيا قيادة الشيخ العزة. اوه قداش نكره النفاق وقداش نكره الناس اللي تنافق. وشيخه شيخه ياه وشيخه شيخه هي شنو قال سيد سمها العزه شيخه ياه وبلا وفنان العزه ورقاص العزه. خليك فيديو كتري عادل عباره عن العزه وجميع صفاقينها اللي هو رقاص العزه وفنان العزه وصفاق العزه وممثل العزه وحنيت العزه انتم تبقوا ذا فيديو قولوا لي عادلكم ما هو لا هي اجبرها وشنو المال يجبر؟ ايه قال على العزه دعمت الحكومه القزواني وذا الشيء مليار وذا الشيء ذا كيفتو، وقال على انه مولي يجبر الرئاسه والانتخابات شو عارف رد سياسي. نختار نقول اليوم ربي يعمل يقول اليوم ويطلصنا. عنكم عبروا عنكم احرار، عبروا عنكم ما تنكراو، وعبروا عنكم مناعتكم هي ملككم. صراحة حق الصراحة هو طعن وعلن عزة دعم الناس المليار وذا الشيء منافسهم إذا تعرف مناصر البرامة، وطعنهم علن عزة دعم الناس الفوضى والمليار والملايين وبلا بلا ويقسموا ويخلصوا ويكروا الأصوات وذا الشيء إذا قال هو وإذا طعنوا باغش هو فاهم. وصراحة حقه والله لا صراحة حقه. دير راسك بل المرشح اللي لا هي يفطن مصاص أكلة المال العام، القردان اللي مصدم، القردان اللي كان الحوت، القردان اللي كان يذهب، القردان اللي كان يقاص، القردان اللي كان ينحاس. هذا كلام فهم يعرف يتكلم. برما ما جابوا عبدين. قزواني تحياتي ومع احترامي والله بدون احترامي تحياتي كافية تحياتي. مع الشباب مال كافية تحياتي تفضل جاوب. الراجل قال على انكم شي من القردان انت واصحابك على انكم كرتو موريتان، جاوبوا لا تسكت له فاهم. نعت للشعب على انك ما تسرق واصحابك ما هم قردان وعلى انك ما تطلق نحاس وتطلق شباب لا يفوتكم سيقان شريف النضال. برامة خليك لي انا ماني قاعد كونسنتر على كلامك ولاني قاعد اطرح لك بال بيدي البلايا اللي تشير فوقك ما اعرف هي ليش. غالبا شفتوا الناموس غالبا كليك بيت انهم يفليشوا على انهم اللي يبالوا النظام واللي يبالوا ذي الحكومه وجوهم فاهم. دس حقير صراحه حركه حقير.
الانضمام حزب الانصاف المشؤوم عنهم يطيروا عن حكم موريتانيا، خير فيهم يطيروا بالديمقراطية، خير فيهم يطيروا بالزرق، خير فيهم يطيروا بصفة سلمية، لا يمرقوا من الشعب الموريتاني شي ما يبقيه ولا يعرفه، ما يبقي ينزل في الشوارع ويمرق اللصوص والمراكز السلطة ويمرق المجرمين اللي ما بين على الانتخابات وما بين على انتخابات شفافة وما بين على زرق المواطنين. ويز كان درامي يهدد القزواني والحكومة اللي ما نجحوا بطريقة شرعية دن عدلوا قريف، ما عينكم في الناس يأخلوا، ما عينكم في بنديات يأخلوا، ما عينكم في السراقة وناس يعدلوا شي هما ما يبقوا يعدلوه، دونك نجحوا بطريقة شرعية والله مظاهرة، فهم؟ واضح لأنه حرض على المظاهرات، شام ريحة مظاهرات في الموضوع، هو غالبا حكومة، تبقى تعرفوا الحد ما ترشح ضد الحكومة الليقل. بسم الله الرحمن الرحيم على دورج، لا بسم الله الرحمن الرحيم على دورج شباب. سمو حجبوا على دويلتكم، سمو حجبوا على دويلتكم. ورانا احنا مسجلين ورانا نحانو، رانا صلينا قلبو، قلب منكر، قلب ما فيش هاد اخبار، بين الشعب قاذفهم ولافظهم، بين 5 سنين عدلهم من الجمر. صراحة كلامه عنده فيه حق، والله كلامه زين، كلامه زين، فاهم؟ لوجيك. الجمر على الشعب، والجوع على الشعب. والعطاش على الشعب، وقلت اشتغل على الشعب، وقلت طليان على الشعب، والكذب، الكذب الأحمر، الكذب، الكذب، الله في عيني عليه ضرك، حسني معه، عيني، في عيني ضرك وقعد يبكي عقب الانتخابات بسبب على نجاح قزواني والله، بسبب على نجاح قزواني، كتير نقول والله بترشح دينقر، يا هو يا قزواني، صراحة لأن هاو مكبر كفات هنا جاب الانتخابات. يا بيرا ما قزواني دونك واحد منهم اللي ينجح والثاني اللي يعقب على باكي فعين على صاحبي انا بيراما يعني انا ميل بيراما اكثر غير بيراما فعين راك اللي قاعد يبكي فعين اللي قاعد في زاويه يبكي فيها ما سامع نفسه ايش اللي يقول ظلموني عدلوا لي واسوا لي وصراحه انا بما اني ماني زارق يعني قاعد خرسي المسرحيه من بعيد لاش تسميها مسرحيه ماسك لانها مسرحيه انا نعرف ذا اللي يخرج بالانتخابات ونعرف الدنيا سيكومو ونعرف طريقه الزرق ونعرف ذي الامور ما اول مره نوخذوا عليها ولا اول كل الانتخابات كل الانتخابات نفس الشيء فاهم نفس الاكثر من الحكومه نفس الاكثر من الحكومه نفس الاكثر من الحكومه طيب فترو اقسم انا ديك دركاتها بتخطي فوق السن شو 40 وذا الشيء حطوني ترشح رئاسه وقالوا لي هو يترشح لا من باب فاهم هاك الملايين ترشحته يعمل لك ماني يعدله ماني يعدله مو انا ابدا اللي يلا تطم الحكومه او فيه نو 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 سمحوا لي ان شاء الله هذا الفيديو خفيف لطيف على قلوبكم يلا بيساعدكم ان شاء الله فيديو قريب سنابي تحت في الديسكربشن وفوق الكومنت اللي ترى الرابط في الديسكربشن قمز عليه ولا فوق الكومنت تراني مع القلوب قمز عليه وخالص سنابي ديركت جيفهم تم خرج ستوريات طلع ستوريات يوميا مو يوميا قد برفع وشاتي معايا يعني تشوف شباب الناس يمشوا المساجات انا ما يجوني أنا يجوني لا مساج اللي يتعلق على الستوري كي زاد أنا طلعت ستوري علقت انت عليها مساجة كي السلام واصل أوكي ديك سلام أنا وصلتني وشفتها فهم أي حد اللي يمشي دي شي يقيس واحدة يقيس ستوري ذاك الوقت مطلع أنا ويعلق عليها مساجه أنا شفته خاطي ذاك يمشي مساج هكذا ديركت أنا ما يجيني ولا نشوفه فهمت يجي يخلق يعد شوف لا حد آمي معي حد أنا ما أكسبتي وأنا ما أقدر أكسبتي شو 40,000 شو 50,000 رقاجي يجوني هنا تاع يدرو مشو لي ميساج هذا بوك هو منطقي بيسات بب 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 سرواني مو عند بوطي ربطه راح في شروطي مرق